شويه، بسم الله ما شاء الله، ما بنحسدش، بنمسك الخشب. حضرتك مره عليك في اسكندريه، مره في البحر الاحمر، مره في الاقصر، مره في كفر الشيخ، بروتوكول بتاع المليون شجره اللي ان النقابه قدرت تعمل الموضوع ده بالتعاون مع وزاره التربيه والتعليم، مش كده برضو ولا انا معلومتي غلط؟ نقابه المعلمين، مع نقابه المعلمين، مع الاستاذ خلف الجناتي، من يعني يعتبر من شيخ النقباء في مصر، تمام، وده كان استاذي وانا بعتز بيه قوي. اتكلمنا عن موضوع المليون شجره عشان نطلع شويه من النقابه ونرجع لها تاني. بص حضرتك، كان السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي في منتدى الشباب اللي عقد في جامعه القاهره، كان اطلق مبادره على الخدمه المدنيه ونظافه المدارس، وفي مسابقه لافضل مدرسه، وانه المجتمع يشارك، المجتمع المدني يشارك في هذه المبادره. وبالتالي تبنت نقابه المهن الزراعيه مبادره السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي. احنا حتى زمايلنا منزلين الشجر بيتزرع في المحافظات. في المحافظات. فتبنت نقابه المهن الزراعيه هذه المبادره مع نقابه المعلمين ومع ائتلاف حب الوطن. وبالتالي بدأنا ننسق مع السادة المحافظين وننسق مع الأجهزة المعنية في الدولة، وبدأنا هذه الحملة نفذناها حتى الآن في 10 محافظات. كل محافظة تم دعمها ب 3000 شجرة من الأشجار المثمرة من أصناف البرتقال والليمون والاستفندي، وكان السادة المحافظين بيرعوا هذه المبادرة وبيحضروا إطلاقها وزراعتها داخل المدارس. عايز أقول لحضرتك إن ده دور مجتمعي، والقانون نقابة المهن الزراعية محدد في المادة الأولى من القانون من أهداف النقابة خدمة المجتمع، وبالتالي ده دور علينا لازم نأديه. ولما قلت لحضرتك أنا بشكر زمايلنا أصحاب الشركات اللي بيتعاونوا معانا، لأن ده بيتم بدعم من زمايلنا أصحاب الشركات الخاصة اللي أنا بشكرهم، لأن هذه الأنشطة هم اللي بيتحملوها وده دور مجتمعي احنا بنشكرهم عليه. هذه الحملة الهدف منها تحقيق أكثر من غرض. في بعض الناس لها اراء في الحمله، يقول لك انت هتزرع اشجار مثمره على الطرق وفيه ملوثات ودي هتدي ثمار. لا، القصه مش كده، احنا بنزرع جوه المدارس. وليه جوه المدارس؟ عشان نضمن رعايتها، عشان نضمن عمليه الري والرعايه بتاعتها داخل المدارس. وبالتالي انا بحقق اكتر من هدف، انا بوفر ثمره لابني او بنتي او اخويا وابن اخويا اللي موجود في المدرسه يستفيد منها، لان ليس هدف اقتصادي. احنا بنعاني من تقلبات جويه ومن تغيرات مناخيه، واصبحت مصر في قلب ازمه التغيرات المناخيه، وبنلاحظ ده على الانتاج الزراعي بتاعنا. وبالتالي انت هنا بتحد او بتتكيف مع التغيرات المناخيه، بتزرع شجره مثمره، شجره خضراء طول السنه، بتدي لك ثمار، بتوفر ثمار لاهالينا في المناطق المحتاجه او داخل المدرسه او في المناطق الشعبيه او في التجمعات. ده هنا خدمه مجتمعيه ليس منها الهدف الاقتصادي، وبالتالي ده دور نقابه المهن الزراعيه. ده مش كده وبس، احنا السنه اللي فاتت السيد محافظ الوادي الجديد كان فيه سوس النخيل منتشر في الوادي الجديد، والوادي الجديد فيه اكثر من 2 مليون نخله، ودي ثروه قوميه، وسوس النخيل كانت لها تاثير في هذه المنطقه، والمبيدات كانت غير متوفره لاهالينا صغار المزارعين، وبالتالي طلبنا دعم من زمايلنا اصحاب الشركات المبيدات، وفروا لنا كميه من المبيدات، اديناها لمديريه الزراعه عشان يبقى فيه نظام بيتم من خلال نظام، وهي بتوزعها على اهالينا ومزارعينا صغار المزارعين عشان تخفف عنهم العبء. ده دور لنقابه المهن الزراعيه لازم تاديه، لان ده دورنا، لان اصحاب الشركات ما هم في النهايه مهندسين زراعيين، وبالتالي لما تطلب منه انه يساعد المجتمع ما بيتاخرش، معظمهم حقيقه. واحنا بلد زراعيه كمان، المفروض ان احنا نحافظ على زراعتنا يعني. فدي المبادره. في مبادره ثانيه في منتدى شباب العالم اللي عقد مؤخرا في شرم الشيخ، وكان في محور عن التغيرات المناخيه والامن المائي والتغيرات المناخيه، فطرح في هذا المحور الاستهلاك المائي وكيفيه الحد من الاستهلاك المائي. وبالفعل السيد الرئيس في الجلسه الختاميه توصيه رقم 6 اطلاق حمله دعائيه عالميه للحد من استهلاك المياه وترشيد استهلاك المياه، لان زي ما حضرتك عارف احنا في عندنا تحديات، في عندنا نزيد سنويا 2.6 مليون نسمه، محتاجين ميه شرب، محتاجين زراعه، محتاجين اكل، محتاجين صحه، محتاجين تعليم. الموارد بتاعتك